هذه هي تقرميشه والا فالا. تقرميشه يا سلام، اليوم ان شاء الله غادي نحضروا رغيفات او مسمنات بحشوه جد رائعه وجد اقتصاديه، والاهم من ذلك وهي الحشوه ديالنا ما كتخرج ليناش نهائيا من الرغيفات ديالنا. تمنينا اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا باللي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد. وما عليكم الا تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وزياده عن ذلك، هذا العجين اللي غادي نخدموا به الرغيف او المسمن بدون عجن او دلك كيجي من اروع ما يكون. تمنينا اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد. قبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا، عندي هنايا واحد الفول اللي فيه جوج كيسان من عبار العنبه، اي 200 غرام من طحين سبيسيال اي الفينو، وعندي هنايا ثلاثه ديال الكيسان ديال الفورس من عبر ديال العنبه، كذلك ثلاثه كيسان اي 300 غرام ديال طحين الفورس. نعاود 300 غرام طحين الفورس و200 غرام ديال الطحين سبيسيال. كندير هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السكر الخشن، جوج معالق كبار من الزيت، وغادي ندير واحد خماره ديال الحلوه، يعني ما غادي نديرهاش كلها، غندير غير نصها، يعني غندير تقريبا 4 غرام، هي فيها 8 غرام، غندير 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. الماء عندي يكون دافئ، يعني شبه بارد، ما يكونش بارد ولكن شويه ندفيوه، ماشي بحال المعتاد يكون دافئ علين بارد، لان كيف ما كتعرفوا الرغيف او المسمن من الاحسن نعجنوهم بالماء اللي يكون دافئ. كيف ما كتشاهدوا معايا، بالنسبه للماء ما عنديش واحد الكميه محدده، على حسب الدقيق ديالكم واش كيشرب او كنبقى نجمعو حتى كيتجمع معايا العجين، كيكون على هذا القوام هذا، يعني خفيف شيئا ما، يعني ما كيتلتصقش ليا باليدين ولكن راه خفيف. كيف ما كتعرفوا، راه الكل كيعرف العجين ديال الرغيف او المسمن خصو يكون خفيف. انا يعني كنوجه هذه النصيحه، كنوجهها للمبتدئين، بالنسبه للمبتدئات، يعني العجين ديال المسمن في المعتاد كيكون خفيف شيئا ما، غير ما يكونش كيتلصق باش ما يعذبناش ملي كنبغيو نشكلو. كندهن بشويه ديال الزيت كيف ما كتشاهدوا معايا، وغادي نجيب واحد البلاستيكه وغندهنها مزيان بالزيت من الوسط كيف ما كتشاهدوا معايا، وغادي نجمع فيها العجين ديالي. يعني هذه المرحله بالتجريب صدقوني، يعني كتعفينا تماما على العريك والدليك، ماشي على العكس ما فينا ما ندلكو. بعد مرات كيكون الوقت ما كافيناش باش نعطيو هذاك 10 دقائق ديال الدليك، غادي نجمعها ونسدها ونخليها ونمشي نحضر الحشوه ديالي، او نمشي نقضي اي شغل عندي في المطبخ. وكنخليها شحال ما خليناها ساعه ساعتين نص ساعه، شحال ما خليناها اطول مده زمنيه، راها بحال اللي يعني كتعطي هذاك العريك ديالك كامل. كيف ما كتشاهدوا معايا، خليتها تقريبا انا ساعه ونص، ساعه ونص عجنتها ودرتها في داك البلاستيكه ورجعت ليها. كيف ما كتشاهدوا معايا، تماما كانها مدلوكه ومعروكه، يعني كترخف لينا وكتطلق وكتولي لينه اكثر. كيف ما كتشاهدوا معايا، انا غادي نشكلهم الكويرات، شوفوا هاد الفقاعات اللي كتشكل كانها مدلوكه، هي راه ارتاحت شحال ما خلينا العجينه ديال المسمن ترتاح كان احسن، يعني كتعطينا واحد النتيجه مخيره. انا غادي نكمل هذا التشكيل ديال هاد الكويرات، وغادي نغطيها كذلك بواحد كيس بلاستيكي، وغنخليها تقريبا واحد نص ساعه باش ملي نجي نشكلها كتجيني ساهله في التشكيل، يعني ملي كنجي نطلقها كتطلق معايا بسهوله. كيف ما كتشاهدوا معايا، عندي هنايا الزبده ديال التوريق، زبده مانغارين او زبده ديال العلب اللي ذوبتها، وضفت لها شويه ديال الزيت، وضفت لها معلقه صغيره ديال الخميره.
يعني داك اللي بقى لي 4 غرام ديال الخميره كيماوي الحلويات. علاش؟ باش كتعطينا داك التوريقه وداك التقرميشه، هي السر ديال التقرميشه ديال هاد الرغيفات ديالنا معمرين. كيف ما كتشاهدوا معايا كنطلقها داك الكره فوق سطح العمل قدر الامكان، يعني نرققها قدر الامكان، ثم كندهنها بداك الزبده والزيت والخماره اللي حدايا هنا في الزليفه، وكنديرها في الوسط وكنطويها عادي بحال اللي كنطوي الرغيفات. كنعاود وحده اخرى قدامكم، كنطلقها قدر الامكان وديره هنايا تقريبا واحد 4 ديال المعالق ديال الزبده و 4 معالق ديال الزيت اللي دايبين، وضفت ليهم 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. بعد ما كنكمل التشكيل ديالهم كلهم وكنخليهم على جنب يرتاحوا، كندوز نحضر الحشوه. الحشوه كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا جوج بصلات من الحجم الكبير اللي مشلضين، وجوج فلفلات هما مقطعين مربعات، وضفت شويه ديال الزيت غادي نديرهم يتشحروا ليا على خاطرهم. عاد كنضيف عندي هنايا جوج جزرات محكوكين وجوج من القرعه الخضراء محكوكه. ممكن ديروا اي نوع ديال الخضر عندكم، ممكن ديروا غير البصله والفلفله، ممكن ديروا حتى اللحوم يعني الكفته او الدجاج او الطون. انا درتها بدون اللحوم هذه الحشوه. كندير هنايا شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه، وغادي نديهم يتشحروا حتى يطيحوا ليا، يعني حتى كطيح داك الفلفله وداك البصله كيتشحروا مزيان. عاد كنضيف لهم جوج جزارات اي زرو ديال اللي محكوكه، وجوج قرعه من القرعه الخضراء حتى هي محكوكه في الحكاكه الرقيقه. كنشحرهم جيدا يعني على نار تكون مهيله. بالنسبه للخضرة كيف ما قلت لكم لكم الاختيار، ممكن ديروا اي نوع ديال الخضر عندكم او كذلك تضيفوا لهم حتى اللحوم. علاش لا؟ انا كيف ما قلت لكم فضلت هاد الرغيفات نديروهم بدون لحوم بصفه نهائيه. غادي نخلي الحشوه ديالي حتى كتبرد تماما، حتى كتبرد ما تكون سخونه باش ما تقطعش لينا العجين. غادي نرجع لهذوك الرغيفات اللي شكلتهم مربعات وكنطلقهم فوق سطح العمل. كندير شويه ديال الزيت غير شويه لانهم راهم زيتين، وكنطلقهم يعني واحد مربع ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف على حسب شحال قداش بغيت انا هاد الرغيفات. ثم كنعمرهم كيف ما كتشاهدوا، كنحط الحشوه في هاد الجهه وكنشكلها على شكل مربع، وكنحط الجبن ديال الساندويتش في داك الجهه. كيف ما كتشاهدوا معايا وقيلا الصوره راه معبره اكثر مني انا اللي غادي نشرح. كيف ما كتشاهدوا معايا غنعاود معكم ثانيه وثالثه باش يعني تمكنوا من التشكيل ديالها. وهنا غادي نسكت انا ونخليكم تشوفوا مزيان الطريقه ديال الخدمه. بعد ما كملت الرغيفات كلهم اللي عندي بالحشوه عمرتهم، كناخذ المقله ديالي اللي غنخبز فيها كنديرها تسخن جيدا، وكنبسطهم غير شويه يعني ما كنبسطهمش بزاف، كنركز غير على القنات يعني على الجوانب هما اللي كنركز عليهم. كنحاول نبسطهم بيدي، كنرش واحد شويه ديال الزيت في المقله ثم كنبدا في الطهي ديالهم. بالنسبه للطهي غير كنحطها وكنشوفها بدات كتنشف ليا من التحت كنقلبها، ما كنخليهاش حتى طيب تماما عاد نقلبها باش كطيب ليا على خاطرها ومرتاحه، ماشي غير كتاخذ داك اللون الذهبي وتقرميشه ومن الداخل العجينه غتكون يعني باقه خضراء. ضروري نبقاو نقلبوهم باستمرار بحال هكا باستمرار حتى كيطيب لينا على خاطرو. كيف ما كتشوفوا معايا ما كتحلش نهائيا الرغيفه ديالي باش الحشوه. شوف انا كنحلها بالزز غير باش نوريكم التوريقه، يعني باش نوريكم كيفاش كتجينا مورقه بحال الملوي بحال داك الملوي اللي كنلويوه. كيف ما كتشاهدوا معايا ما كتخرجش منها الحشوه نهائيا بهذه الطريقه ديال الطي ديالها رائعه جدا. انا كنحلها بالسيف غير باش تشوفوا كي من هذه الجهه ومن هذه الجهه، والنار تكون عاديه متوسطه في المقلات، وانا كنقلبهم حتى نسالي الكميه ديال الرغيفات ديالي المعمرين كاملين، ونتلاقاو في صحن التقديم. نخليكم مع الصور ونتلاقاو في صحن التقديم.
كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما كملت الكميه كلها ديال الرغيفات اللي عندي، كيف ما كتشاهدوا كيجيو مهويين مقرمشين خفاف مورقين، زائد اهم حاجه كيف ما قلت لكم في هذا الفيديو وهي العجينه ديالنا اللي كتجينا مقرمشه، وثاني اهم حاجه وهي الحشوه ما كتخرجش نهائيا. كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره راها واضحه، الحشوه ما كتخرجش لينا لا من الوسط ولا من الجناب نهائيا ملي كنديروا داك التوريقه ديال العجين، وكذلك داك الطريقه كيفاش طويناها او لفيناها او كيفاش عمرناها ما كتخرجش لينا الحشوه نهائيا. بالنسبه للتقرميشه راه سمعتوها في الاول ديال لا فيديو، كتجي من اروع ما يكون. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم وتجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم المتابعه ودمتم في رعايه الله وبصحه وراحه.